والحقيقه لو تمر ما طول مريت هنا لو تشوف فقهائنا شقد عندهم العامل الانساني في باب الذباحه. اللي يحب من عندكم يطلع على كتب الفقه يشوف باب الذباحه او كتب الرسائل العمليه يشوف هذا الحيوان شلون الله عز وجل يأمرنا عندما نذبحه نستعمل الوسائل الإنسانية. لأن أكد لك الله إنما أباحنا ذبح الحيوان لأن أكو عندنا تزاحم بين مهم وأهم. يعني سعادة الإنسان متوقفة على المنتجات الحيوانية وعلى الحيوان ومنتجاته، فلذلك أباح الله لنا لحومها بالمقدار بالمقدار الضروري هم بدون عبث. ها في وإلا مو معناه أن هذا الحيوان ما يحس بالألم، لا يحس بالألم ويتأذى غاية الأذى. ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نستعمل وياه أساليب غريبة في الذباحة. الشفرة حادة تمر على أوداجه بسرعة حتى لا تذبح قدام طفلة ولا تذبح طفلة قدامه للحيوان حتى تشوف الرقة. الأشياء الكثيرة الكثيرة تعرف يعني توفر العامل الخلقي في هذه الممارسة. شلون الإسلام يحرص على العامل الإنساني بالذباحة. والغريب أن دول الأوروبيين ينقدون يقولون دول قاسين قشاة في دول. شلون هذا الحيوان يذبحوا رأسا لازم يخدروه بالأول، يعطوا صعقة كهربائية حتى لا يشعر بالألم. أويلي كل شعب جاي تذبحوا بكاملة، ما تشعرون ما في، يا ريتكم تطوا صعقة. كل شعب جاي تذبحوا بأيدي أعدائه وأبنائه، ومع ذلك تلاحظ أنه إنشاء العامل الإنساني ما يتحرك في ضمائركم. المسلمين لأنه يذبحون الكبش وبهاللون من الضوابط هذول أناس قشاة، هذول أناس ما عندهم رحمة.